والبركة والأمن والاستقرار والسلام لجميع أهلنا في جميع ربوع السودان. سبي تخضر عليكم مشاوير صباحية جديدة عبر BNFM، بنلاقيكم من خلال الشاشة الزرقاء عشان نعيش معاكم بالصباحات الندية والجميلة. دائما في الصباحات بيكون في نشاط وبيكون في حيوية لكل شخص بيحب الاستيقاظ الباكر، بيحب انه ينجز اكبر مهام ممكنة وغير ممكنة عشان ما يكون ضامن لنفسه مستقبل نير ومشرق. دائما في الصباح بتبدأ مع إشراقة الشمس ومع بروز ضوءها لينا آمال وطموحات بنحاول إنه نحققها وبنجتهد عشانها. من هي تحية لكل الناس اللي بيقوموا كل يوم في الصباح الباكر عشان يأمنوا لنفسهم المستقبل ويأمنوا لأبنائهم العيشة الكريمة. تحية للمزارعين والصنايعية، وتحية لكل شخص همه إنه يعيش حياة كريمة وهمه إنه بلده تنعم بالأمن والاستقرار والسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان، كل مستمعينا عبر الموجة 91 FM وكل متابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير عليكم وسوي أخضر. قلبي عالم لها أبعاد، أربع سنين سنين أعياد، أربع سنين تجربة وذا مهرجانات حب أعياد، اشتياقات قلبي رياد فعالات لها أبعاد، أربع سنين سنين Thank you.
بطوار يسحب الحان أشعار يسحب الحان يبكي يبكي أشعار يأمر الناس يمشوا مشوار أربع سنين أربع سنين عاشوا مالحب اللي لعيد ولادوا يا جم أربع سنين عاشوا مالحب اللي لعيد ولادوا يا جم تدار